في منافسة بسيطة أو تقدر تقول فيما معناها تزكية. طيب أنا عشان أكون واضح في إجابتي السؤال ده ليه إجابة مختصرة وليه إجابة عادية. نخش في الإجابة المختصرة. مع احترامي لكل الأسماء، إذا ترشح أنا بوريدة هو الأقرب للفوز على أي اسم، على أي اسم في الوسط الرياضي المصري. أدي واحد. الحاجة التانية، لو ترشحت أسماء كبيرة وأنا أعتقد أن القامات الكبيرة في الرياضة بيبصوا أنا لو نزلت عدي ولا لأ، فبلاش أبقى في احتكاك مباشر عشان ما بقاش، أو في بعض الـ 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 الوجوه في الرياضة المصرية ترى نفسها أسماء كبيرة وبتنزل في الانتخابات تخدش غير صوتها. فأنت عندك المحك ده. طيب وكل التقدير للجميع، في تيار يقول لك المهندس هاني أبو ريدة أيا كان بقيمته أو بدراعه أو أدي تيار، الكابتن أحمد شوبير ينوي الترشح ومع التقليص، وأنا كنت اتكلمت مع الكابتن أحمد شوبير عنده في 98 بالأسماء كده داخله على 60 نادي، هو بما يكلمك يقول لك عندي كذا وعندي كذا وعنده كذا، وطبعا عنده أرضية كويسة وبيحسبها كويس وبيبقى عارف بأرقام مظبوطة. عشان كلمة بيحسبها كويس دي، هيفضل شايف هو هياخد قراره بالترشح على رئاسة، الامور هتبقى بينه وبين المهندس هنا بالتنسيق، ولا اللائحه هتسمح له بالنزول ولا لا، ولا الدنيا هتمشي بأي شكل. فده جاي، لكن اسم احمد شوبير مع احترامي ليه يعني بعيدا عن يعني ليه باع طويل في الكره المصريه وفي اتحاد الكوره، ليه ارضيه وليه ارضيه في جمال اماميه طبعا، وليه باع كبير جدا في الاعلام الرياضي. خلي بالك ده واحد من اللي نقلوا الاعلام الرياضي نقلات تاريخيه، عشان بس نبقى احنا واضحين، تختلف تتفق، عجبك المدرسة القديمة لا المدرسة الجديدة أيا كان، ده مدرسة لوحده وده حاجة. شغل الانتخابات ده شغل تاني، هو نفسه معلم فيه. يعني هو نفسه المعلم مش هينزل يتعلم أحمد شوبير. تمام. يعني المعلم مش هينزل يتعلم ولا يتعلم عليه، فهو قراره اللي هياخده هيبقى الأصلح ليه. وأنا بقول لك مش متخيل إن يبقى المهندس هاني أبو ريدة والكابتن احمد شوبير قدام بعض، انا مش شايفها. عارف بتفكرني حتى بالمنافسه السابقه لما كان مثلا الكابتن سمير زاهر وهاني أبو ريدة، ما كانش يقدر المهندس هاني ينزل لو كابتن سمير نازل مثلا. يعني عارف اللي هي ليها ابعاد زي كده، ليها ابعاد حاجات يعني زي كده، يعني ليها ابعاد زي كده. ليه الاثنين قامات كبيره؟ التشبيه صح ولا جاي في حته؟ في جزء كبير صح. بس انا دايما انا عشان كلامي برضو ما يزعلش حد، وما انا عادي بحب اتكلم فير دايما، بتكلم معلومات. لا حتى في الاول لما قلت برضو بعيد تاني ان عندما يترشح المهندس هاني أبو ريدة بغض النظر عن مين اللي مترشح عنه، هو الاقرب الاقرب للحصول على المقعد. طيب المهندس هاني أبو ريدة اللائحه والكلام ده هيبقى فيه حاجات ضده ولا لا؟ ما هو في يعني سكه. طيب